بطولة العالم كانت بعد بطولة فزاع بأسبوع، فكان ضغط علينا احنا كلاعبين. يعني قبل ما أبدأ في البطولة كنت أفكر يعني اللي صار معايا أول هيتكرر معايا نفس البطولة بطولة العالم. أتوكلت على الله ورحت لعبت المحاولة الأولى، لعبتها غلط. خلاص افتكرت إنه حيصير معايا زي أول مرة، اتضايقت. بس يعني الجهاز الفني والجهاز الإداري يعني كانوا واقفين معانا وساعدوني إنه أطلع من الجو اللي أنا فيه وأركز في اللعب. والحمد لله لعبت المحاولة الثانية جبتها صح، المحاولة الثالثة جبتها صح، وأخذت الميدالية الذهبية. واللي كانوا يتنافسوا معايا من نفس الدولة المستضيفة للبطولة، فحسيت بالمسؤولية أكثر كمان، يعني علم المملكة بينهم، فمرة كان شعور يعني ما يوصف الصراحة. والحمد لله رجعت السنة اللي بعدها شاركت في بطولة المملكة، حققت الميدالية الذهبية. وبالنسبة للبطولات المحلية اللي هي في المملكة حققت تقريبا 17 ميدالية. وبالنسبة للبطولات الدولية حققت 4 بطولات مع المنتخب. ومن يوم ما بدأت في الرياضة الحمد لله يعني بفضل من الله كل الميداليات اللي أخذتها ذهبية وفضية. وحصل معايا موقف العام الماضي في افتتاح معرض الكتاب. أنا جاتني دعوة من سمو الأميرة لطيفة بنت نيان لحضور الحفل الافتتاح. حضرت الحفل، يعني خلصنا الافتتاح وكل شيء. كنت اتجول في المعرض لقيت يعني احد الشباب من اللي كانوا يقولوا لي كلام محبط ويوجهوا لي عبارات محبطه، فقارنت ما بين اني اكون يعني مدعو كضيف شرف واني اكون منظم للحفل، فعرفت اني انا سويت حاجه مره كويسه. وهذا انا لسه يعني صغير في السن، عمري 23 سنه الان، فالدنيا يعني علمتني إنه أي بداية سواء كانت صعبة أو سهلة هتلاقي بعدها يعني صعوبات وهتلاقي أشياء، فلازم نتجاوزها يعني. يعطيكم العافية.